لما
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة الحلقة مميزة ومختلفة، حلقة فنية طربية. هيكون معايا اتنين مطربين من المواهب الشابة متميزين جدا، عايزين يعملوا حاجة مختلفة، عايزين يرجعوا لزمن الفن الجميل. هيكون معايا المطرب الأستاذ وائل علي والمطربة الأستاذة ندى مجدي. وطبعا كلنا شفنا دلوقتي مع بعض أغنية قلب واحد واستمتعنا بيها، وهي الأغنية ديت للأستاذ وائل علي. والأستاذ وائل علي طبعا يعني بسم الله ما شاء الله عليه، صوته مميز وهو حابب أنه يعمل حاجة مختلفة. وطبعا معايا برضو الأستاذة ندى، أستاذة ندى مميزة جدا، وهنسمع مع بعض. طبعا احنا النهاردة عايزين نسمع أكتر من يعني ما نسأل. تمام، الأول نرحب بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ وائل، شرفتنا ونورتنا. اهلا بحضرتك استاذ احمد. المطربه المتميزه جدا الاستاذه ندى، شرفتنا ونورتنا. اهلا بحضرتك. طبعا زي ما انا قلت بقى عايزين نسمع بنتكلم. تمام، محضر لنا ايه؟ والله هتبدا بيها كده، اتعرف بيها الساده المشاهدين. ممكن اقول حاجه الفايزه احمد. تمام، انا كنت مجهز حاجه الفايزه احمد كده، ان انا حابب ان انا اقولها ان شاء الله. اشجينا ومتعنا. ربنا يخليك. هات الكاميرا وتفضل. عشان بحبك أنا حرمت عين النوم، واللي بنيته في سنة راح من إيديا في يوم، راح من إيديا في يوم، فات اللي فات وانقضى، معرفش فات إزاي يا ما مليت الفضاء بشكوتي عناي، لحرجع اللي مضى ولا حعرف اللي جاي. عشان بحبك أنا حرمت عين النوم، واللي بنيته في سنة راح من إيديا في يوم، راح من إيديا في يوم. الله، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وانت اللي رجعتنا بالتي مضى، الأصوات الجميلة اللي احنا كلنا محتاجينها. انا فايزة احمد من المطربات المحببة ليا جدا، انا بحب اسمع فايزة احمد جدا. لا انت بسم الله ما شاء الله عليك مركز القديم، بس هرجع لك تاني بعد ما انتقل للمطربة المتميزة استاذة ندى. استاذة ندى اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، شرفت ونورت البرنامج. منور حضرتك. محضرة ايه نسمعه النهارده؟ ممكن عبد الحليم، اسمر ياسمراني. الله الله، يعني احنا عايزين نرجع للزمن الجميل. اتفضلي. اسمر ياسمراني، مين قاسك عليا؟ لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر ياسمراني، مين قاسك عليا؟ لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، وتطول غيابك ليه؟ قولي ليه، ناسي ليه، ليه يسمر. الله الله، بسم الله ما شاء الله، يعني صوت جميل جدا، صوت مليان حنين، يعني بسم الله ما شاء الله. عايزك بقى تكلمين عن نفسك، يعني عرفي السادة المشاهدين مين المطربة ندى مجدي. أنا اسمي ندى، في تربية موسيقية سنة ثانية. أنا بحب الغنى جدا. بدأت الغنى من إمتى؟ لا مش من كتير، بس أنا بغني من أنا صغيرة يعني. بس يعني بتحاولي انك انت مثلا بتحب حاجه، بتحاولي انك تمارسيها وتشتغل عليها حتى من كتر حبك فيها، ان انت درستي ده، دخلتي تدرسي موسيقى عشان خاطر حبك في الغناء. بالزبط. تمام. هرجع لحضرتك تاني، بس ما نروح للمطرب المتميز جدا استاذ وائل.
طبعا احنا كان لنا لقاء سابق قبل كده واتكلمنا فيه وتعرفنا وكل حاجه، بس برضه عايزك تعرف نفسك للساده المشاهدين وتقول بدات من امتى الموهبه دي، حد اكتشفها فيك ولا انت اللي اكتشفتها بنفسك ولا ايه بالظبط؟ هو انا يعني يعتبر بعتبر ان انا بدات متاخر شويه. تمام. لا متاخر شويه ولا حاجه. انا بعتبر كده يعني، انا من الناس اللي يعني صادق مع نفسي يعني مش انا طبعا بغني من وانا في خمسه ابتدائي في المدرسه، وبدات يعني متاخر من المدرسه. تمام. بغني بس مش بشكل احترافي زي دلوقتي. تمام. هو اي واحد في حياته بيبدا يعني واحده واحده بالظبط، بعدين بيطور موهبته، ما بيشتغل عليها بيطورها، ما فيش حد في الدنيا بيبدا احترافي على طول. بالظبط طبعا، ففعلا زي ما حضرتك بتقول كده. فبس يمكن اهتمامي بقى اكبر بان انا انمي الموهبه دي، وان انا انتمي الفرق، وان انا احاول ان انا اتعلم حاجه برضو في الـ في الـ في الغنى. ده جه بشكل متاخر شويه، ما جاش من بدري قوي يعني. عارف يعني اللي فات ده كان نعتبر نقول عليه ان هو موهبه. موهبه. طب عايزك تقول لي بقى ايه الفرق بين الموهبه والاحتراف؟ امتى الواحد يقول ان هو دخل في الاحتراف، يعني خرج من حته الموهبه؟ طبعا هو الواحد طبعا الموهبه هي كل شيء طبعا، بس أكيد. انت تقول ان هو بقى محترف في المجال ده. لا، هو في فرق بين ان انا يبقى عندي موهبه بس وان انا اكون محترف. ما هو في حاجه اسمها شغل. يعني ما انا محترف، انا محترف يبقى انا يعني بيبقى في شغل بقى بيجيني، وبنزل حفلات هنا وبنزل حفلات هنا وبطلع هنا وبطلع هنا، وفي شغل بخصوص الحفلات. انا عارف ان حضرتك بسم الله ما شاء الله ليك حفلات كتيره جدا. تمام. أيوة. وعملت حفلات كتير. قول لي بدات الحفلات ديت امتى؟ يعني اول خطوه كان جات ازاي؟ يعني البدايه في الحفلات دي كانت ازاي؟ ومين شجعك على ده؟ هو بامانه هو انا دايما والدتي بتشجعني، واختي بتشجعني، واخويا يعني الثلاثه دايما بيشجعوني. لكن بدات ازاي؟ بدات باعلان عن ان فرقه محتاجه مطربين يغنوا فيها. كان اسمها فرقه اوتار المصريه، صاحبها كان اسمه الفنان محمد خيري، هو مطرب حد محترم يعني، وفنان بجد يعني. جه الاعلان، قدمت، سمع صوتي، عجبه الصوت، بقيت موجود مع الفرقه. بسم الله ما شاء الله، فعلا يعني انت تستحق ان ربنا يخليك، كان عاليه جدا لان صوتك يستحق فعلا. الحمد يعني لله. بغض النظر عن انك حضرتك طالع معايا او ان احنا اصدقاء او كل ده، طبعاً انا اساسا لما بشوفك منزل حاجه او عامل حاجه جديده انا بحب اسمعها، يعني انا بحب اسمعها لان صوتك في حاجه مختلفه. تمام. وطبعا انت غنيت، بدانا باغنيه قلب واحد في البدايه قبل ما نبدا أغنية قلب واحد، طبعا للفنان الجميل جدا مدحت صالح، وعارف ان انت متأثر جدا بالفنان مدحت صالح، وانا شايف ان في ممكن يكون في تشابه ما بينكم يعني في نبرة الصوت. هو انا هو يعتبر بالنسبة لي مثل اعلى. تمام. في الغنى يعني قدوتك في الغنى ومثلك الاعلى. انت عارف لما حد بيحب حد فبيبقى متأثر بيه. انا من كتر حبي في الفنان مدحت صالح، يمكن ده طالع على فني، طالع على غنايه شويه. جميل. بس هي الفكره في كده. مين بقى من القديم يعني؟ ده من الحديث الفنان مدحت صالح. القديم يعني اللي انا بحبهم يعني من القديم طبعا عبد الحليم حافظ. طبعا طبعا اكيد. مين ما بيحبش عبد الحليم حافظ؟ عالم كبير. يمكن هقول لك فريد الأطرش. العظماء. العظيم يعني فريد الأطرش اللي عامل الحان يعني ما حدش يعرف يعمل الالحان دي دلوقتي خالص. تمام. بخصوص بقى ان احنا اتكلمنا عن الحفلات، هو انا معانا طبعا فيديو ليك، طبعا معانا فيديوهين ليك، فانا كنت عايز يعني نستنى شويه. تمام. نستنى شويه. نعرضهم. تمام. شويه. بس ما دام اتكلمنا على الحفلات بقى نعرضهم بقى. يعني نخرج نشوفهم مع بعض، ايه رايك؟ تمام. فضل. نخرج نشوف الفيديوهات. فضل. وبعدين نرجع لحضراتكم. فضل.
بسم الله ما شاء الله، يعني انت قلت قدوتك الفنانه الجميله عبد الحليم حافظ، وفعلا ابدعت في الاغنيه بتاع اسمر يا اسمراني، وطبعا كان معانا اغنيه تانية بس للاسف تقريبا مش جاهزه دلوقتي، ممكن نشوفها شويه كده لو معانا وقت. انتقل بقى للفنانه الجميله الاستاذه ندى مجدي. استاذه ندى، عايز اعرف بقى يعني مين شجعك في طريقك الفني؟ والدتي هي اكتر واحده شجعتني، واخويا وصحابي بقى ووائل يعني. دور البيت يعني كان معاكي كويس؟ يعني كان بيقول لك ايه كملي وخد بايدك؟ يعني مش في ناس دايما بتبقى ايه متعصبين شويه، هنا ايه اللي هتغنيه؟ لا لا مفيش الكلام ده، لا هم كانوا مشجعيني جدا. تمام، يعني دور البيت وقف جنبك. وطبعا من هنا بنوجه رساله لكل اسره، يعني اما يبقى في حد موهوب في الاسره ديت بلاش نكسر فيه، بلاش نحبط فيه، لازم ناخد بايده ونقول له كمل، لان كل واحد يعني مثلا ما ينفعش ان احنا نقول لحد معين لا لازم تبقى مهندس، لازم تبقى دكتور، لازم تبقى كذا، ما ينفعش، لان كل واحد بيحب حاجه معينه لو خلناه كمل فيها هيبدع فيها. ولا ايه رايك يا استاذ ندى؟ اكيد مظبوط. طيب انت حضرتك بقى مين اكتر مطرب بتحب تغني ليه وبتميلي دايما تسمعيه؟ محمد حماقي. الفنان الجميل محمد حماقي. طب لو قلنا لك بقى سمعينا حاجه. عينيا. اتفضلي. ممكن اغني ما اقدرش انساك؟ اتفضلي. ما اقدرش انساك، ما اقدرش اعيش ولا يوم من غير حبك وهواك، ما اقدرش انساك، ده انا احلى سنين في حياتي اللي انا عشتها وياك، ما اقدرش انساك، ما اقدرش اعيش ولا يوم من غير حبك وهواك، ما اقدرش انساك، ده انا احلى سنين في حياتي اللي انا عشتها وياك، ده انت حياتي وعمري فداك، اللي عرفت الدنيا معاك، عمري هعيش من غير ليك يا حبيبي يا احلى ملاك، يا حبيبي يا احلى ملاك. الله، جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني الجمال ده كله والصوت الجميل ده يعني لازم يعني ما تتكسفيش، يعني حاسين كده انك يعني مكسوفه كده. استاذ وائل بيقول لي استاذه نادر بتبقى مكسوفه، بس مفيش كسوف، يعني انت بسم الله ما شاء الله يعني مبدعه. ارجع بقى للاستاذ وائل. استاذ وائل، عايزك بقى اسالك سؤال مهم جدا. خشبه المسرح، المطرب لما بيغني على خشبه المسرح بيختلف احساسه غير لما يكون بيغني مع نفسه ولا لا؟ وايهم افضل للمطرب؟ اكيد طبعا، اي 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 خشبه مسرح واي جمهور ليه رهبه. يعني رهبه. رهبه بس ولا في برضه رهبه وانجذاب؟ يعني من ناحيه ايه الواحد بقى سعيد ومنجذب للشيء ده؟ انا فاهم وجهه نظرك. ايوه انا ببقى سعيد طبعا، يعني انا من اكتر لحظات سعادتي ان وانا بقى واقف على المسرح وبغني. لكن وسط حلاوه المشهد اللي انا بحبه دوه، فانا برضو بيبقى اي جمهور قدامي بيبقى برضو في حته توتر شويه، في حته خوف شويه، بتبقى عايز تبقى قد المسؤوليه، يعني مش عايز كده تغزل الجمهور اللي هو جاي لك وتغزله، لا انت عايز تبقى قد الثقه، يعني الثقه اللي هم ادوها ليك والنظر اللي هم انت في نظرهم، مش عايز انك انت تنزل بيها من انزل عن المستوى اللي هم حاطينه ليا او كده، او ان انا اغلط وانا على المسرح يعني. فبس هو ده. احنا طبعا عايزين نسمع اكتر من نتكلم. انا عايز اسمع بصراحه، عايز استمتع والساده المشاهدين يستمتعوا معانا. فمحضر لنا ايه تاني؟ هو ممكن اقول جزء من اغنيه الفنان الجميل بهاء سلطان اللي هو اللي انا بحبه جدا يعني. جميل، اتفضل اشجينا. هو على فكره في وجهه نظري من اكبر الفنانين المطربين اللي في مصر. الفنان بهاء سلطان من المطربين المتميزين جدا وليهم نبرة صوت خاصة بيهم. بالظبط كده. فاتفضل. يومين وعدته. يومين وعدته. يومين وفاته
كانوا في حياته أجمل ساعات، ما فرحش بيهم وما قالش فيهم همسة هات، ما دبش دوبنا يا ريتنا توبنا، مرضش بتوبنا يضلل عليه. كان كل شيء في الدنيا ملكه بين ايديه، وما كانش فيه احساس في يوم يصعب عليه، لكن خلاص لكن خلاص عدى نسيم الحب واترسمت رياحه، خسران كتير خسران عواطفه، ما حد ابدا داري بيه، ندمان على اللي اداله عطفه وباعه ارخص مكان شاريه، وهان عليه هان عليه وهان عليه يكسر جناحه. الله، جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. وطبعا هو الوقت شبه يعني انتهى، ولكن هنستأذن الأستاذ المخرج المتميز جدا أستاذ وائل يدينا بس دقيقة يختموا بيها مع بعض، يعني هنستأذنه. تمام؟ طيب. فطبعا انت قلت مجهز حاجة في الختام. تمام؟ يعني اختموا بيها بقى الحلقة. هو احنا مجهزين أغنية مغرم. تمام، يعني الحاجة دي هتنزلوا مع بعض، هتعملوا مع بعض، هنقول يعني هنقول مع بعض، هنشارك بعض فيها. اتفضل. يا لالا ويا لالا يا ليلي يا عيني، ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي، مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبري في هوايا دليل. مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبري في هوايا دليل. ليل ورا ليل ولا دقت النوم، شوق وغرام لا عتاب ولا نوم، داري أنا داري حرتي ومراري، وانت ولا داري